والدكتور تامر عصام وافق على هذا الكلام، وبالفعل افرجنا عن 4000 علبه كان عندنا مؤتمر الاسبوع اللي فات تم توزيعهم فيه، وطبعا كان في تخطيط رهيب جدا وازدحام رهيب جدا على منفذ الشركه. يعني منظر سيء جدا. طب انا 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 كده يا فندم يبقى عندي حجم عجز تقريبا قد ايه؟ لا حجم العجز الحالي دلوقتي احنا بنتكلم في حوالي يمكن القائم حاليا بنتكلم في حوالي اكثر من 20000 علبه. طيب انا هستاذن حضرتك الحاجه الثانيه اللي اتفقنا عليه معانا احنا نعمل توزيع مباشر من هيئه الشراء الموحد، يعني هيئه الشراء الموحد تاخد وتوزع للاطباء مباشره يعني عن طريق، بس دي هتاخد لها شهرين لان احنا عملنا ابلكيشن الاطباء يدخلوا يطلبوا زي ما بيطلبوا من امازون او اي حاجه، يطلبوا البنك يوصل لهم ويدفعوا رسوم التوصيل بس.